دايت انا لازم نغير من الكونسيستنسي او مكونات عشان اخس. الطعام؟ اه انت شايفه كده؟ عشان اخس. المعلومه دي جبتيها بس منين لو بقى؟ انا يعني بظبط نفس وزني هو ان انا عايزه افضل زي ما انا، لا ممكن اكل عادي مكرونه المعلومه بشاميل. بقى اللي حضرتك بتقوليها دي ان احنا لازم نغير شكل الاكل واحنا بنخس، ايفن اف ان احنا بناكل نفس الكميه، جبتيها منين؟ طب ازاي هخس؟ هو ايه اللي بيتخن؟ انا بسالك جبتيها منين ايوه، انت؟ ما انا عندي سؤال، هو ايه اللي بيتخن؟ طيب واحده واحده كده. أيوة. خلينا نتكلم الاول عن بعض الحقائق العلميه اللي أيوة. طالعه من دراسات علميه. ماشي. 75% من الحالات اللي بتحاول تخس وبتعاني من السمنه بعد ما بتنجح تخس بيحصل لها ارتداد وزن. ده حقيقي. رقم 2، 40% من الحالات اللي بتعمل جراحات سمنه بيحصل لها ارتداد وزن، ان ما كانش كل الوزن بيرجعوه بيبقى كثير من وزنه. حتى عمليه التكميم، حتى عمليه التكميم دي ستاتستيك، دي احصائيات علميه. التكميم مش دي بيصغروا فيها المعده. ما هو بقى حضرتك بعد ما تعملي عمليه التكميم اللي هي لو اتعملت للشخص الصح اللي هو فوليوم ايتر بياكل كميات كبيره، بيتحول الايتنج بيهيفير او سلوكه بتاع الاكل الى سويت ايتر. هو مش عارف ياكل الكميه المناسبه ليه، فبيبتدي يلقط حاجات صغيره سيمبل شوجر بتغير الهرمونات في جسمه. خلينا نوصل لنقطه هو ايه اللي بيحصل. ده انا عملت الدايت اللي فيه مكرونه بالزبادي وفي كل انواع الاكل صحية. اللي بيسمى وبيطلق عليه دايت. أي. ما هو صحي او غير صحي، حضرتك جبتي المعلومه دي منين؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي حضرتك قلتيه في بدايه الحلقه. مصدر المعلومه، الاكل ده صحي او غير صحي، ده ترند، دي حاجه موجوده على السوشيال ميديا بتجاري المصلحه بتاعه السوق بتاع الدايت. تمام؟ نرجع للنقطه دي. الدراسات بقى اللي طلعت 75% من الحالات بتتخن تاني، قالت لك ان المشكله في الكي او في المفتاح اللي هو الادهرنس، انه الحاله اللي بتخس، لا الادهرنس معناها ان انا اكمل على نفس نوع الدايت طول عمري عشان ما اتخنش. ده اللي بيسموه لايف ستايل، ان يبقى اسلوب حياه. فبالتالي اول ما بوصل للوزن اللي انا عايزاه برجع لحياتي السابقه بنفس العادات بتاعتي. شكرا. فبزيد في الوزن بالظبط. يبقى اذا انا لازم لما اخس اعمل الحاجه اللي لايقه عليا. جت الاي دي اي بقى اللي هي انا اقول لك بقى على حاجه فظيعه خبيثه لايقه عليكي، ما تقوليش للناس هيعملوها. انا خبيثه جدا. انا اخس لغايه اما ابقى اندر ويت. لا ما تقوليش كده، فبقى ايه مرعبه. لا حول ولا قوه. فعندي مساحه من الوقت ان انا اكل اللي انا عايزاه. انت رول موديل، ما تقوليش كده. البنات لا طبعا، البنات بيشوفوا جسمك ايديال هيقلدوكي. استني بس انا هنحل المشكله دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين الحالات اللي عندها معاناه مع السمنه، مش هنقول عليهم حالات، ناس بتتعايش مع مرض السمنه، تخس وما ترجعش في الوزن تاني. فلازم تعمل اللي لايق عليها. طيب نفترض جدلا يا فندم ان حضرتك لايق عليكي اكل بيتك. انت واحده الاكل اللي بتعمليه في البيت لزوجك لولادك هو ده، عشان هتخسي هتشيلي كل الاكل ده وتنعزلي، ترجعي بعد ما خلصتي وصلتي للوزن اللي انت عايزاه اللي هو من وجهه نظرك مثالي وهو ولا مثالي ولا حاجه، هتبتدي تاكلي من اكل بيتك تاني. هتاكلي منه بكميات معقوله او بسيطه؟ لا، هيحصل تدرج في الزياده في الكميات لان انت سلوكيا اتحرمتي منه فتره طويله، فنفسيا عايزه تعوضي طبعا، فبيحصل ارتداد الوزن. يبقى اول حاجه، وده على حسب الدراسات العلميه مش كلام نيلي، لازم تعملي الاكل وتعملي الدايت اللي لايق على حضرتك عشان ما يحصلش ارتداد وزن تاني. عندي حاجه. الدكاتره بتقول انه بعد ما بعمل دايت لمده طويله في حاجه اسمها 3 اشهر تثبيت. صح. ما انا عايزه، انا بالعكس ارد عادي على الهواء عادي لو سمحت. طيب ما اخدناهاش في الكلاس. شكرا. ما عندناش حاجه اسمها دايت تثبيت. ما عندناش حاجه اسمها دايت تثبيت. يعني ايه دايت تثبيت؟ يعني اديكي، ما هو بقى ده اللي انا عايزه اتكلم فيه. يعني ايه تخسي؟ يعني دي علم اسمه الثيرمودينامكس. خسينا. لا، علم اسمه الثيرمودينامكس، يعني اديكي سعرات حراريه او طاقه اقل من احتياج. سعرات حراريه اقل من احتياج، ما تكلموش عن نوع خالص. حضرتك وزنك 100 كيلو كست، محتاجه 2000 سعر في اليوم، اديكي 1000 ونص. فال 500 سعر اللي المفروض منقصينهم في اليوم يخسسوكي في الاسبوع نص كيلو.